أحد أشهر المعالم التي تميز العاصمة تقع على قمة أحد هضابها، إنه فندق الجزائر الذي عرف سابقاً باسم سان جورج، أي الوالي الصالح جورج، تيمناً بوال صالح بروتستانتي في بريطانيا اسمه جورج. وقد بني عام 1889 على رفات قصر عثماني قديم. استضاف الفندق لائحة طويلة من مشاهير العالم مثل وينستون تشرشل وأرنستو تشي غيفارا والمغنية الفرنسية إيديث بياف. وقد يكون أهم زوار الفندق وايد إيزنهاور، حيث أقام الجنرال الأمريكي فترة من الوقت في إحدى غرفه عام 1942، والتي خطط فيها للحملات العسكرية مع الحلفاء في أوروبا. الديكور والتصميم الذي يقوم عليه الفندق يروي قصة أخرى. تحتضن معظم جدران الفندق بلاطاً مزخرفاً من السيراميك، تصاميم إفريقية بجذور شرق أوسطية، كما يمكن رؤية هذا البلاط في كافة أنحاء العاصمة على واجهات المؤسسات الحكومية وفي الممرات الضيقة العتيقة وحتى على منارات المساجد. فندق الجزائر بالعاصمة تحفة معمارية بامتياز، الرخاء للعديد من مشاهير السياسة وصانعي الحروب وعظماء التاريخ الذين توافدوا عليه عبر السنين ليظل معلما تاريخيا شاهدا على عدة حقبات من تاريخ الجزائر.